شفت امك النهارده وانا قاعد هما بياكلوا بصلين في الاكل جاي اجي راح خد طبق بطاطس ماشي بحالك. ما انا شايفه في ايدك اهو يا ابن اللعيبه بيليا. انا نفسي امك تعملني كده يا عم، بس انا ما بحبش البطاطس تخيل. انا كنت عايز اديك شويه حلوين كده تتسلى فيهم بس خلاص. لا يا عم انا ماليش في البطاطس قوي يا عم. لا عادي كلهم انت كلهم انت، انا ماليش في البطاطس قوي. بقول لك ايه، ما تخش كده تطمن على المقاس جوه شوفه مجانين ولا لا، وسيبي البطاطس هنا عشان ايه ما تتضايقش منك. صح فكرتني، خلاص ماشي. بس قوم انت عاملهم تحس برده يا ابد. ايه ده فين الواد؟ بطس فين يا ابد؟ وعامل نفسه مش بيحبها عاد، وربنا يخلي الفراخ تطير والمعيش تهرب. يلا يلا يا بطس.